السلام عليكم اخواني الكرام، ان شاء الله تكونوا بألف خير. معكم ابو تميم. صراحه اليوم انا حاب اشارك معكم تجربتي بالدوره التدريبيه، دوره تحليل الموجي تحديدا اللي اخذتها عند الاخ وسام. صراحه واحده من اقوى الدورات وافضل الدورات اللي بتمكنك من التداول في اي سوق، سواء كان فوركس، ستوكس، عملات رقميه الى اخره، وتعطيك القدره والنولج والمعلومات الكافيه انك تستطيع تدخل وتحقق مكاسب جيدة جدا. مقارنة بالسعر اللي قدمه الأخ وسام، هو سعر رمزي جدا، أتوقع مبلغ يعني ليس بالكثير في قيمة الفيديوهات الموجودة وطريقة التعلم. كل الشكر للأخ وسام صراحة لإتاحة هذه الفرصة لي ويمكن للجميع، وأتمنى لكم التوفيق وشجع الجميع. صراحة نصيحة أخوية من شخص عانى الكثير من الخسائر في البدايات، يجب أن تحصل على النولج والمعلومات الكافية قبل التداول بهدف المحافظة على رأس مالك، واليوم هي فرصة للجميع أن يحافظوا على رأس مالهم. شكرا لكم جميعا، أتمنى لكم التوفيق، وشكرا لك أخي وسام مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني، محدثكم أحمد المدني من السعودية. أنا طبعا أتقدم بكامل الشكر والتقدير لأستاذنا الفاضل وسام على دورة كورس التحليل الموجي، وأنا صراحة يعني تسرعت في عرض الفيديو هذا لأهمية قصوى، وأنني لم أكمل الكورس، لكن حبيت أقول لكم أنه من خلال الدرس الثاني والثالث بدأت تتضح الأمور، وبدأت يعني فعلا أرى أشياء لم أكن أراها من قبل. وصراحة يعني دخلت في اليوتيوب ودخلت دورات ودخلت، لكن صراحة بدون مجاملة من أفضل كورسات التحليل الدوري التي مرت علي بها إلى الآن. أسأل الله له التوفيق وأن يعم النفع على الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ وسيم، هذا الفيديو شكر خاص لك بصراحة على الدورة اللي قدمتها، بارك الله فيك والله يجزيك الخير. حاب أقول لك بصراحة أنا ما عندي خبرة بالتريدينج، أنا بعمل كريبتو كرنسي وعندي الخبرة زيرو، يعني أنا بلعبها على مبدأ الحظ بصراحة. بس بعد ما حضرت فيديوهاتك بصراحة أنا لسه ما خلصت الكورس، يعني حضرت شي 6 مقاطع فيديو، بس بعد ما حضرت الفيديوهات تبعك يعني كلامك منطقي والتحليل منطقي، واستفدت كثير والله، يعني صار الواحد عنده فكرة كيف يبدأ، يعني كيف يبلش، عرفت علي؟ يعني ما ضل شي اسمه حظ. الله يبارك فيك وجزاك الله خير، keep it up استاذ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله أخوي سام. السلام عليكم متتبعي قناة العلم لا يعرف الكذب. إذا في هذا الفيديو سأشارككم تجربتي الشخصية بعد متابعتي لدورة التحليل الموجي. إذا قبل كل شيء أشكرك يا أخوي سام على هذه الدورة الرائعة وعلى النصائح والفيديوهات التي تقدمها لنا مجانا على اليوتيوب. إذا فهذه الدورة شخصيا وفرت لي الوقت، ويعني تعلمت فيها ليس فقط التحليل الموجي وإنما المنطق وراء الشارت، المنطق وراء يعني ما يحدث في السوق، يعني حقيقة يعني هذه يعني من إحدى مميزات الأخ وسام في شرحه ويعني تبسيطه لإيصال هذه المعلومة، وشكرا كثيرا، والله شاهد، يعني والله دورة تغير حياة فعلا، وأنصحكم بها وأنصحكم بدورة البلايس أكشن القادمة، والسلام عليكم. أخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تحليل بيتكوين اليوم. نحن اليوم 12 يوليو 2021، وكالعادة سنقوم بتحليل البيتكوين. قبل البدء أتمنى منكم أن تشتركوا في قناة تليجرام المجانية، بها نضع عروضنا، وآخر عرض هو هذا العرض الذي أمامكم، من أراد الاشتراك معنا ما عليه إلا يتصل بنا عبر التليجرام. كذلك لا تنسوا الاشتراك في الموقع beprowavetrader.com، به كتب مجانية يمكنكم تحميلها فقط، تضغط على يبدأ الآن مجانا وتصلكم الكتب إلى إيميلكم الخاص. تحليل البيتكوين، البيتكوين قبل البدء في تحليله يجب تحذيركم أن التداول مهنة خطيرة، يمكن أن تخسروا أموالكم. لذلك كل ما نقدمه في هذه القناة هو التثقيف والتعليم 100%، لا نعطي لا نصائح لا مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول مسؤولية تامة. تحليل البيتكوين اليوم، لاحظوا لازلنا في نفس المنطقة أصدقائي، لازلنا في نفس المنطقة. لذلك الذين يعني يتسرعون ويريدون الدخول في صفقات والبيتكوين سيصعد بقوة والبيتكوين سينزل بقوة، نحن في تصحيح، وصار لي 3 أسابيع أقول أننا نحن في تصحيح، عليكم الدخول والخروج بسرعة. الآن ماذا لدي؟
لاحظوا دائما أتوقع هذه الموجة هنا، ولكن الطريقة التي صعد بها هذه الموجة كذلك يجب أن أعير لها اهتماما، لأنه هذه الموجة ليست قوية مثل هذه الموجة. لاحظوا كيف هذا الصعود، لاحظوا. إذن هو تصحيحي، ولكن بالرغم من أنه تصحيحي ليست لدي في وسطه موجة تصحيحية لتفك لي شفرة هذه الموجة. يجب أن تكون لدي موجة تصحيحية لفك شفرة تلك الموجة، لأن هذه موجة قوية، بالتالي إذا كان هذا تصحيحا فهذا يعني أن هناك ربما نزول أخير، إذا تعرفون نموذج regular flat هذا يدل على النزول لمرة أخيرة. أوكي، طيب الآن كيف سأتصرف مع هذا البيتكوين؟ ولاحظوا أنه موجتي التصحيحية الآن بدأت تتشكل، وهي هذه الموجة، تلاحظون هذه الموجة. بالتالي إذا صعد البيتكوين هذه المنطقة وعاد إلى هنا، هنا متى أريد أن أرى؟ إلى فريم الساعة مثلا أو 15 دقيقة، قم بالتكبير، لاحظوا. إذا سأمسح وسأعيد من الأول حتى تروا. إذا جاء البيتكوين لهذا التريند لاين ثم عاد إلى هذه المنطقة وكسر هذا القاع فقط بنقاط قليلة، هنا ماذا أريد أن أرى؟ أريد أن أرى نقصا في زخم هذه الموجة. يعني لاحظوا هنا لدي موجة أولى ثم موجة ثانية، أريد أن أرى نقص في الزخم، تكون هذه الموجة أقصر من هذه الموجة ويكسر. أريد أن أرى نطاقا قويا، أريد دخول مشترين قوية، سأدخل معهم إلى أين؟ فقط إلى كسر هذه القمة فقط. لماذا؟ لأنه بعد هذا الكسر، كسر هذه القمة، ضروري أن نقفل هذه الموجة. تلاحظون هذه الموجة يجب أن تقفل، نظرية التقفيل أصدقائي، تتذكروا نظرية التقفيل؟ إذن سيصعد السعر للمنطقة ثم ضروري أن يعطينا هذه الموجة، وعند إعطائنا تلك الموجة سنبحث عن الشراء مرة ثانية هنا عندما يكون لدي نقص في زخم هذه الموجة ثم نطاق قوي ثم كسر، يعني ثم كسر لذلك النطاق بقوة ثم تأخذ المومنتوم، لأن البيج بوي دخل هنا كما دخل في هذه المنطقة، تدخل معه إلى أين؟ فقط إلى كسر القمة مرة ثانية، لأنه هنا عندما يقوم بهذا الأمر ما الذي سيحدث؟ سيكون قد أكمل لنا تلك الموجة التي هي هذه الموجة، أقفل لنا هذه الموجة، هي هذه الموجة. وما الذي سنتوقع؟ نزولا أخيرا لكسر القاع ثم بعد ذلك نبحث عن الشراء. إلى أين؟ شراء إلى للحصول على الموجة، تلك الموجة التصحيحية التي أتحدث عنها، الموجة بي. هذه الموجة قد تتوقف هنا وبعد ذلك تعود تعطينا regular flat، ما يسمى بالregular flat، قد تكسر القمة وتعود لتعطينا running flat، وكل هذه نماذج استمرارية لصعود البيتكوين، تلاحظون؟ إذن هذا أصدقائي هو تحليلي للبيتكوين اليوم. هل ممكن تتغير البنية؟ ممكن. هل ممكن أن يكسر الآن؟ هل ممكن البيتكوين أن يصعد الآن؟ ممكن، ولكن إذا صعد الآن ليس لدي فرص للشراء، لا ندخل في صفقات شراء لأنها خطيرة. سأبحث عن صعود يكسر. إذا كسر الآن، كسر القمة، أوكي يكسر، أريد أن أرى نقصا في زخم هذه الموجة، أريد أن أرى نطاقا، أريد أن أرى كسرا بقوة، سأخذ فقط هذه الموجة هنا، أوكي، ثم بعد ذلك نأخذ تلك الموجة التي ستكسر مرة أخرى فوق هنا ثم نقوم بالبيع من هنا مرة أخرى، تلاحظون؟ لكن أتمنى أن يعود البيتكوين إلى هذا المنطقة لنبحث عن الشراء من هنا، نستغل فرصة الشراء ثم نستغل فرصة البيع ثم نستغل فرصة الشراء ثم نستغل فرصة البيع. هذا هو تحليل أصدقائي البيتكوين، أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات. لا تنسوا الاشتراك في القناة، دعمنا بتعليقاتكم، كذلك من أراد الاشتراك في دوراتنا التدريبية واستغلال العروض ما عليه إلا اتصال بنا عبر التليجرام. لا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.